خوتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. بعد التهجم الكبير للإعلامي في قناة الجزيرة فيصل القاسم على الجزائر ومحاولته التشويش على انعقاد القمة العربية في الجزائر، وبعد الرد الساعق من الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي الذي وصفه ببوق الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى عدم انعقاد القمة العربية، جاء الدور على محلل سعودي فضح فيصل القاسم. تم تعيين سوسن القاسم، وهي شقيقة فيصل القاسم مسؤول قناة الجزيرة الإرهابية في جزيرة قطر، قاضية في وزارة العدل الإسرائيلية. نعم أخواني، وبتزكية خاصة بعد من رئيس الوزراء الإسرائيلي. ما شاء الله على هذه العائلة، جاسوس إرهابي مجرم في جزيرة قطر، وشقيقته مجرمة خسيسة تمارس الإرهاب وتحكم بالإعدام والمؤبد على المناضلين الفلسطينيين في القدس المحتلة. هذه العائلة، عائلة فيصل القاسم، التي تربت على الوضع والخسة والخيانة للعرب.